يوم انك هتوصل النهارده. كويس. عسرة، الولد اللي في المزرعه ده عايز ارجع الاقي زي الخاتم في صباعي. وكيش لونه؟ اعتبره الفداء اللي فجر فيك القنبله سنه 48 وقعدك حاجز بقيه عمرك. فاكره يا عزرة؟ في حياتي ما هنساه. بس من غير اصابات ولا عهات. هو هيقعد هنا لامتى؟ لحد ما يبقى جاهز. انت هترجع امتى من اسرائيل؟ حسب الظروف. هي هدومي فين؟ فوق التنين. يبقى يا دوب عشان الحق الطياره. راشيل، اشمعنى يعني